انتم شفتوا جوج مقابلات باش بدينا اليوم هاد لاكوب هذه كوب بيت سوكر كاب 2024. شفنا الماتش الاول ما بين تنزانيا وفرنسا، شفنا فرنسا مستوى عالي في البيت سوكر، النتيجه عطاتكم اخبار. وشفنا الماتش الثاني اللي هو المغرب مع بلجيكا، المغرب تفوق بجداره واستحقاق 9 الاهداف، ماشي سهله. المغرب اللي متاهل لكاس افريقيا وعنده واحد الدور كبير يتاهل ان شاء الله لكاس العالم، كنا بامين الاولين. شفنا ان تنزانيا في الماتش ديال غدا ان شاء الله غتحاول تزاد دارك، اذا المغرب خصو يدير مقابله قويه، لان المقابله الاخرى ديال المغرب غتكون ضد فرنسا، وهذاك هي المقابله اللي غتلعب في هذا التيتر ان شاء الله ديال كاس بيت السوكر ديال الدار البيضاء 2024. ما عودنا المغاربه ديما جمهور كيكون حاضر، فيما كتكون سير المغرب كاين جمهور وحنا حاضرين، الجمهور حاضرين وديما مغرب. لوغ دومان دو رونديفو عندنا ماروك تنزانيا اون بروميي، اي لو ماتش دابخي اون اورا فرانس بلجيك، لو ماتش ابخي اون اورا لو ديمانش لو ماتش دو Le match que tout le monde attend, c'est le match final entre le Maroc et la France. Inch'Allah, merbouh. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouveautés Le 7 TV. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.